مساكم الله بالخير جميعا، أرد أمسي عليكم زملائي في الاستوديو وأمسي على جميع متابعين تلفزيون قطر. طبعا نذكركم في مكاننا، متواجدين في الحي الثقافي كتارة في مهرجان المحامل النسخة السابعة. يعني ما شاء الله المهرجان ولا أروع، والفعاليات بأنواع وأشكال، وإحدى هذه الفعاليات البيت الكويتي. يعني ما شاء الله منورينا من الكويت، ومعايا رئيس الجمعية الكويتية للتراث الأستاذ هاني عبد الرزاق. مساك الله بالخير. الله يحفظك، بارك الله فيك. بس لو تحدثنا عن مشاركتك في هذا المهرجان. أول شيء أنا أسلم على أهلي وديرتي، أهل قطر، دوحة الخير. ما شاء الله المهرجان شيء يعني لا يوصف من جماله، من التنوعات اللي فيه، نيت حق الدكاكين، نيت حق البيوت اللي مقسمة كل دولة ما أخذت لها بيت، وفي تنافس شريف بين هالبيوت هذه بالنسبة حق مقتنياتهم ومشغولاتهم اليدوية والحرف القديمة. هذا بالنسبة لي أنا السنة الثالثة اللي شاركت فيها، ولقيت في تنوع بالنسبة في هذه السنة، إن دش علينا الطابع الجديد اللي هو التركي واليوناني، وبالعكس هذه إضافة جيدة بالنسبة حق المهرجان هذا. طلعنا على تاريخهم وإنتاجهم وتقاليدهم، هذا شيء يشكرون عليه أهل قطر. وش اللي قدمته يعني في البيت الكويتي؟ لو ندش شوي بتفاصيل البيت الكويتي. احنا هالسنة شاركنا في كون ان المهرجان مهرجان محامل كويتية، والمهرجان قائم على ساحل الخليج، فشاركنا في المقتنيات البحرية إضافة إلى أفلام سينمائية وثائقية كويتية. هذا طبعا مثل ما قلت لك، الخليج كله كان في السابق عايش بعد الله سبحانه وتعالى على البحر. قبل الزهار وظهور النفط طبعا كانت الحرفة الرئيسية لأهل الخليج البحر، من ضمنها الكويت وقطر. لذلك احنا ارتأينا ان احنا نجلب تراث آبائنا واجدادنا ونشارككم فيه بالنسبة حق مهرجانكم هذا. أهمية يعني مثل ما ذكرت ان احنا نبي نزرع في عيالنا وابنائنا حب يعني التراث، او يشوفون اللي مروا فيه اجدادنا، فأهمية هذا الشيء يعني. طبعا انا من خلال مشاهدات ومن خلال مشاركاتي خلال هالسنوات هذه، لقيت ان اهل قطر قاعد يغرسون العادات والتقاليد في الابناء، بل الاوبريت اللي قاعد نسمعه الحين هذا خير دليل على كلامي. يعني في طلاب المدارس في فئاتها العمريه من رياض الاطفال الى الثانويه قاعد يجسدون لوحه من خلال الشاطئ تعبر عن ماضي آبائهم وأمهاتهم. لا ننسى دور المرأة، لأن كان في السابق ما في خدامات ولا في شقارات ولا في هذه التكنولوجيا، كانت المرأة هي اللي ماسكة بيتها، تطبخ وتكنس وتغسل على البحر، غير هذا تحمل أعباء الحياة المعيشية. لذلك يعني نشاهد هالشيء هذا قاعد يغرس من خلال أبنائنا وعيالنا من خلال هالمهرجانات اللي موجودة الحين. يعطيك العافية أستاذ هاني عبد الرزاق، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. طبعا أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية هذه المقابلة الطيبة، ونذكركم أن الفعالية مستمرة إن شاء الله لين يوم السبت، وهاي دعوة لكم جميعاً.